جاهزة. ايه هاي رياض النجاز ده اللي انت لابسه ده؟ ده سبورتس وير. نعم سبورتس وير. بص بلاش حاجة فاضية. ايه الدراعات المالطة دي؟ تروح فين قلت لي؟ النادي. النادي؟ تعال هنا قرب. رايحة فين تاني يا معلم؟ النادي. النادي يعني رايحة مركز شباب، والشباب هناك كده اهو وله عيون وهيقعد يتفحص كل منطقة في قلب جسمك. الشاب من دول لو دخل في سور هينفض من الناحية التانية. يا انت عمرك ما قلت لي اي كومنت على لبس. نعم اي ايه؟ عمرك ما قلت لي اي كومنت على لبس. بلا كورونا بلاش الحاجات اللي انت بتعملها، ما تغيرتش الموضوع. انت مش متجوزة ذكر بط هنا. رياض. بلا رياض بلا لمبي. لمبي؟ لمبي مين؟ لمبي مين؟ تتيجي فين انت؟ في وجعة اللمبي ولا حلاوة اللمبي ولا طعامة اللمبي؟ اللمبي ده كان يسوق شارع قدامه كده بحاله، صائع كبير، له في الجبال علامات. لمبي ده كان فاضل يومين وصورته تنزل على الجنيه. خلاص بقى الله يرحم ايامه. عمل حادثة دخل في بقه واحد. يلا بنت اجري البسي الحاجات التانية. بنت؟ اجري يا بنت، ما تخليش بقى، اجري امشي بقى. لا. البسي حاجة بقى. لا. يا بنت اجري بقى، انت حلوة كده الله يعرفك، اجري امشي يلا. لا. يا بنت والله هعضمك. اجري امشي يلا. يلا اجري امشي. يلا يا بنت. يلا يا بنت امشي. ايه البلة اللي مالهاش حاكم دي؟ كشفنا ليه؟ كشفنا في ايه؟ في الجريمه اللي احنا عاملينها دي. وطي صوتك. جريمه ايه؟ ايه؟ انا عاوزك تختم الورقه دي بسرعه. طب ايه عربيه الاسعاف دي؟ طب مسجون تعبان قوي، لازم اتنين المستشفى حالا. طب انت مالك متقصر ليه؟ هو اخوك ولا ايه؟ انا اخويا مسجون برضو. يمكن صدفه ولا حاجه. يا عم اختم الورقه دي بلا صدفه بلا نيله. طب اختمها ازاي دي طيب؟ الختم في الدور. الختم في الدور؟ ايوه الختم في. انت مالك مستغرب قوي؟ والله الختم في الدور. الختم في الدور. والله ما اعرف ان الختم في الدور. طب يلا يلا بسرعه. ايوه خد يا ادي، انا عاوز الورقه بتاعتها كبيره دي حلوه تطلع. هي بتكبر ودي اختم لي ورقتها. لازم دي يعني؟ ايوه عينيا عينيا يا ابو هتفرتكها. عينيا يا ابو الادهيم. ادهيم ادهيم ايه؟ ابو الادهيم دي؟ ابو الادهيم ده كان الدلع بتاع ابويا. كان بيقول لابوك يا ابو الادهيم. لا بيقول له يا عم محسن. محسن؟ اسكت اسكت اسكت. انا بتمنى لما توصل بالتليفون. على مين؟ على ابن اخوك المريض اللي هناك. هاي رياض، ازيك؟ انا كمان مبسوطه قوي النهارده. صح، انا مش مصدق اللي انت بتقوليه ده. انا عايز اسالك موضوع. ايه يا لا ايه يا هاني؟ ايه يا هاني القرف اللي انت بتعمله ده؟ ما خدتش بالي والله. ما تشربش بطل على عينك. ما خدتش بالي يا فندم، انا اسف. طب اقعد فين انا؟ اخرج فين؟ ما اقعد، هتخرج. ما انت خضتنا خلاص اقعد. هتخض تاني تدخل تاني تخض. والله ما خدت بالي. طب اقعد عشان انا بكلم البيت المدام. لا اقعد. افحى الاهل موزه ده الواد بتاع الشاي كان جايب لي القميص بتاع النكو. انا عايز اطلب منك حاجه. عايز تروح فين؟ قول. نعم. ربع كيلو زيتون كلاطاطا. الزيتون كلاطاطا ده قالوا لا. ايوه خلاص اوكي ماشي. المهم بقى انا كنت عايز اقول لك على حاجه يعني. نعم. ايه دوست على مين؟ عش 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 عيش دوست. موجود يا باشا؟ موجود موجود. هو بيهزل دماغه. مين؟ لا ده هنا صاحبي. لا ما تخافيش، صاحب الانتيخ. تعالى يا حبيبتي خلاص. انا عارف سلامة. مع السلامة. انا هذا مع العرب. المكالمة قلبت في الاخر جو بقالة ليه كده؟ مش مهم. المهم ان انا سعيد. سعيد قوي يعني قوي. ايه خير بقى كنت عايز ايه؟ ما تاخذنيش يا فندم، انا مش مرتاح للي بيحصل ده. ولا انا هاني. الموضوع دخل في زيتون كلاطاطا ودوست. يا باشا انا بتكلم في موضوع تاني خالص. انا بتكلم عن المسجون اللي اترحل على المستشفى. المفروض انه يتعرض على دكتور السجن قبل ما يترحل على المستشفى.
ايه يا عم اللي انت بتقول؟ تخرجنا كبر دماغك يا اخي بقى. خلاص خرجنا من السجن وكل حاجه عدت في السليم، والواد اللي هيدخل بدالك هيدخل نايم على نقاله متغطي، وهيفضل متغطي فتره طويله ما حدش هيقدر يكشفه. تكون انت سافرت وبقيت في التمام. المهم اخبار موضوعنا احنا ايه بقى؟ طب اطمن يا ادهم. طب طبعا بما فيهم مبلغ رياض باشا. اكيد يا ادهم. انا حاسس سيادتك متغير. متغير ايه؟ ما بقتش رياض باشا بتاع زمان. لا بقى لا، انا رياض باشا بتاع زمان وبتاع كل زمان، بس هو يعني العمليه يعني مقصره حبتين يعني. اسمعني بس، في حاجه عايز اقول لك عليها يعني جوايا، يعني خاصه بالتليفون اللي كان كده ده. ايوه باشا. عايز اطلع اللي جوايا يعني. طلع يا باشا، ده انا هاني. ما انا عارف مكان التمنع يعني عفاف. عايزك كان ايه تقول لي اعمل ايه في محسوسيتي لما اجي اكلم معاها يعني. ها يعني الموضوع ما ينفعش يتقال في الشغل هنا يعني. خلاص يا باشا، ما دام الموضوع مهم كده وخاص بمحاسيسك، نتقابل في البيت عندي، نتكلم براحتنا ونشرب القهوه. انا موافق، انا ما بحبش القهوه. ما هو كده يا باشا، النهار هيطلع لنا من غير ما اعرف فيه ايه. يعني تعالى. جيت؟ انا جسمي بيتخرب من جوه يا باشا. قلقتلي في ايه يا باشا؟ قول لي. انا بمر بتجربه. انا وقعت من السما وانت تلعبتني. انا ماشي مع واحده اليومين دول، كلام في سرك، مراتي. يا باشا مراتك وماشي معاها وما بتنامش، ايه المشكله فيها؟ ضميرك بيقلبك. وامك بتعاملني كلام دي مجنون كده ليه؟ بس مش فاهم حاجه يا باشا، عايزك تفهمني عشان اعرف ارد عليك. لا هتغاب عليك. ما تجيش تخون انت كمان. افرض 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 مثلا يمكن انا بحبها مثلا. طب يا باشا ده جميل جدا انك تصلح علاقتك مع مدام فيحاء. دي ست رقيقه جدا، ست جوهره، ست تستحق كل خير. يا عم انت هتخلينا نندم ان احنا جينا كلمناك ولا ايه في الليله الزرقاء دي؟ يا باشا ده انا بدافع. ولا تدافع ولا تقف جون. خلاص انا كل الحكايه عايز ان انا وهي يبقى علاقتي كده زي السكينه في الحلاوه، ناخد وند في الحلاوه مع بعض. ده سهل يا باشا سهل، خصوصا بقى اللي مدام فيحاء بكلمه واحده منها ممكن تصلح كل علاقتك بيها. دي ست زي البسكوته. ما خلاص يا عم الكتكوت، انا عايز اعرف انا هعمل ايه. قول لي فهمني انا هعمل ايه. شوف يا باشا. اتفضل. الستات عموما عموما تحب المعامله الرقيقه. تحب الشعريه، تحب تحسسك دفء المشاعر. شفت تايتانيك؟ لو المصحف ما شفته. الفيلم تايتانيك يا بات، تايتانيك الفيلم. لا ما شفتش تايتانيك. انا عارف روميو جوليت. ورد عداد الشمس. الشمس يخرب بيتك يا روميو. وريني ده كان عبيط ولا ايه؟ صح زهق أم شاكر. ما خفيتك يا هادي، أنا بيت روميو. فيحاء اطلعي بقى عشان نقول كلام حب بقى. فيحاء فيحاء يا يوما. مين؟ هلا. انت مين؟ انا روميو. وعايز ايه يا سي روميو؟ عايز
عايز حد يسلكني من الشجره اللي انا فيها دي. بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ بعد ما ابص لك بروح ابص في المرايه بحس ان انا شايف حيوان. حلو قوي الوعل منا يا استاذ. انت كويس؟ لا انا اتخضيت. ايه؟ اتخضيت عليك. انت كويس؟ والله اتخضيت عليا. انت كويس؟ انا سيبك من انا كويس ولا اتنيل، انت اتخضيت عليا؟ اه والله انا اعرف ان اتخض بالشكل الجميل ده، ده انا مستعد بكره اجيلك ظرف نفسي بلطه في وشي مفيش بعدها. بعد الشر ده انا والله في وشي. بعد الشر جيلك بكره خبط دماغي في سور حديقه. الف بعد الشر عليك. انما ايه الرومانسيه دي كلها؟ ايه يا حبيبي؟ ورد تطلع على الشجره تعمل لي روميو ولا جولييت؟ ما اقدرش على الكلام ده كله. انا والله الواحد حاسس انهم اثر بس يعني. انت كتفت طب ومين انت الله يخليك؟ من غلط ده انا متفكر. ايوه ارفع. ايوه ايوه بس اظبطي بقى. تعال شمال بسرعه لحد الحقلب. تعال خليك. قول لك بقى تحب تروح فين؟ زي ما انت عايز. البت الواقعه دي. انا بهزر. خلاص نبدا بمراجعه السبتيه. اوكي واقعه واقعه يعني. يلا بينا بقى. والله انت عارفه يعني احيانا الواحد ربنا بينجده يعني بيستر معاه. انا وقعت من هنا على الارض من البلكونه. زي واحد صاحبي وقع برضه من طياره بس نزل رشق في البرج. لا يعني الحمد لله برضه. عارفه الخيمه دي بفكرنا بفيلم عنتر ابن شداد بتاع الاستاذ شيبوب. عارفها شيبوب ده؟ والاستاذه كوكك. عارفها؟ ايه ده؟ مش بقول لك فردتين قاعدين؟ دي مزه حلوه صح؟ دي مزه في الجون. بتعمل ايه؟ بس اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انت مش شايفه بتلاقي حل بيا؟ لا لا من فضلك استنى. انت بس انت هتلاقي دم بيطرطش وقطع غرب من ادمين بتترمى ولا تلاقي. خلي نفسيتك سكت. رياض عشان خاطري. بلا رياض بلا امسكت. من فضلك امسك القميص ده احتمال يبقى ذكرى ولا حاجه. من فضلك. ايه؟ بص يا كابتن احب اعرفك ان انت غلطت غلطت جامد يعني في نجم غلاف في اخبار الحوادث. خد القميص واجري انت. خد القميص واجري انت. شوف اي حد هنا بلاك اجري. طب ارسلك على ناحيه بقى. بلاك ده حيوان. انت مش عارف ده ضابط. ضابط هو محتاج توصيه بالطنين. ده ضابط بلاك انا هتجنن. ده بقول لك بقى بلاك يا جماعه مره واحده. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه يا جماعه؟ استنى كده يمكن ما اعرفش. ايه يا عم انت ايه بترد لازم حاجه ساعه ولا ايه؟ خلاص طيب. ايه يابا؟ لو النبي اوعى تعمل لي اي مفاجاه ثانيه. ايه يابا؟ استنى في شرف. روحت بقى يلا عشان الراجل ده عايز بحاجه. يلا اطلع يا عم السوبر ست. بس عند الحته اللي هي سيف يد اللي كانت فيها سيف يد دي انا مش قادر اقول لك انا مبسوطه قد ايه النهارده. وانا مش قادر اقول لك انا كان هيتعمل في ايه ورا الجبل لما الراجل خدني وراه. كان عايز يقلعني الساعه دي بس اللي يقلع ساعته يبقى كانه فرط في مناخي في اي حاجه في جسمي. لا بجد انا مبسوطه قوي. مبسوطه؟ جدا. مبسوطه عشان الدغدغت قدامك يعني ولا لا؟ لا 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 انا مبسوطه لان انا حسيت بالامان اول مره بصرف النظر انك انت اتضربت. بلاش حته الضرب ده ما تكررهاش كتير طبعا. بس حسيت ان انا شايفه قدامي هيرو. نعم هيرو. يور ماي هيرو. يور ماي هيرو. ليه وليه ليه؟ ايه رياض حقيقي انا عايزه اصرخ واقول للناس كلها. عايزه اصرخ بجد. جوزي اتضرب عشان بس. طيب انت خلاص ده بجد. خلاص انا نفسي اصرخ حقيقي. خلاص طيب يا في حال. طيب ده ايه العرب ده؟ ده هتنرفزنا. لازم جوزي اتضرب هتفضحنا. Thank you.
باشا انت في نور بنفسك مبسوطه انا مفنجة.